طيب، فاليوم راح تكون محاضرتنا إن شاء الله هي مقدمة عامة عن علم الأناتومي. فبالبداية راح نتعرف على الديفينيشن أو التعريف لعلم الأناتومي من ناحية حرفية ومن ناحية اصطلاحية، شو العلم هذا بيختص بأي مجال. بعدين راح نتعرف على الفروع العلمية المرتبطة بالأناتومي أو فروع علم الأناتومي. بعدين راح نتكلم إن شاء الله يمكن بالمحاضرة القادمة نتكلم عن ليفل ستراكشرال اورجانيزيشن، اللي هو مستويات، اللي هو التنظيم الشكلي للجسم. طبعا نبدا دائما بالمستويات المنخفضه، نبدا نبني عليها حتى نوصل لجسم الانسان كامل. بعدين نتكلم على بعض المصطلحات المرتبطه بعلم الاناتومي. فراح نتكلم على الاناتوميكال بوزيشنز، اللي هو الاوضاع التشريحيه. نتعرف برضو على البادي كافيتيز، على التجاويف داخل الجسم. بعدين متعرف على الممبرينز أو السيروزا المحيطة بالأعضاء. فرجاء لما أكون أحكي خلاص ما حد يقاطع، إذا في أسئلة بتتركوها لنهاية المحاضرة. لا دكتور، لأنه ما طلع اسمي. مهمش، هاي ملاحظة يعني، هاي بالعكس هاي مفروض ما تقاطعين عشانها. خليها لنهاية المحاضرة. هاي ملاحظة بتقول أبو حجينة وسجلت عضو. خلاص لنهاية المحاضرة بنحكي هذا الموضوع. طب خلينا لا نمشي. إذا كان في سؤال مثلا بسأل وبشوف مين بدي يجاوب، أو بخلي معكم 5 دقائق بالنهاية للمناقشة. طيب نتعرف في البداية على كلمة أناتومي من ناحية حرفية، إيش بتعني؟ أو من ناحية أول شيء نعرف شو هي، أو علم الأناتومي بإيش بيختص؟ فهو the study of structure of an organism and the relationship among its parts. يعني ايش بيختص؟ شايفين كلمة اللي حطين عليها لون اسود غامق، اللي هي الستراكشر. هذا هو اهم شيء بتعريف علم الاناتومي، مش كل شيء، اهم شيء. في دائما بالتعريف في شيء بسموه keywords، كلمات مفتاح. فهذه الكلمة يعني بتخليك توصل للتعريف كامل. فدائما كل تعريف له 3 مثلا او 2 keywords. فبناحية كلمة أناتومي الكيوردز تبعتها اللي هي الستراكشر، الكلمة المرتبطة بعلم الأناتومي، يعني دراسة الشكل. بينما الفسيولوجي بيكون لدراسة إيش؟ الفانكشن، دراسة الوظيفة. فدائما نربط الأناتومي بالستراكشر والفسيولوجي بالفانكشن. فإذا الأناتومي هو دراسة الستراكشر، أنا بدرس أنا شكل الجسم، وبدرس ايش كمان؟ هاي الاشكال كيف تتجمع مع بعض وشو علاقتهم مع بعض. مثلا الجهاز الهيكلي كيف بيرتبط مع العضلات، الجهاز الدوراني كيف بيرتبط مع الاجزاء المختلفه في الجسم، الجهاز العصبي كيف بتوزع بالجسم، شو التفرعات تبعته. فهي هي معنى كلمه اناتومي، انه هو تشريح. من ناحيه حرفيه طبعا هي كلمه لاتينيه، وزي كل المصطلحات اللي راح نستخدمها هذا الفصل هي مصطلحات لاتينيه وليست انجليزيه. فحتى اللي شاطر باللغة الإنجليزية مش بالضرورة إنه يكون مادة الأناتومي سهلة عليه، لأنه حتى الناطقين أو النيتيف سبيكرز باللغة الإنجليزية بيجدوا صعوبة في دراسة الأناتومي، لأنه المصطلحات المستخدمة هي مصطلحات لاتينية أو غريك، مصطلحات إغريقية، كلمات يعني موحدة بين كل علماء العالم، يعني الفرنسي والإسباني يمكن الأسبانيين شوية بتكون أقرب لهم، واليونانيين، لأنه كلمات قريبة للغتهم الأم فيمكن يستسهلوها. بس بقية الأمم اللغة العربية تعتبر يعني بعيدة عن اللي هو اللغة الإغريقية أو اللغة اللاتينية. فدائما كل كلمة لاتينية بتكون مشكلة من أكثر من جزء أو من أكثر من جذر بنسميه روت. زي كيف الكلمات العربية في عنا جذور مشتق منها كلمات، هي 3 أحرف مثلا، مشتق منها طبعا كلمات بمعاني مختلفة. بس باللغة اللاتينية الوضع مختلف شوي، عندي لا جذور بتجمعها مع بعض، كل جذر بيعني معنى. يعني مثلا كلمة بيولوجي، كلمة بيولوجي تو روتس، بايو لوجي، لوجي بكل الاصطلاحات تعني دراسة أو ساينس، علم أو دراسة، study or science. بايو معناها لايف، فإذا دراسة الحياة وعلوم الحياة. كلمة أناتومي برضو جذرين، أنا
وتومي أو توم. كلمة أنا باللاتيني معناها إيش؟ up or through or between، يعني من خلال أو يعني بين أو للأعلى أو قطع يعني أو يعني المرور للأعلى. بينما كلمة توم، توم باللاتيني معناها قطعة، piece or cutting، قطع. فمصطلح أناتومي بالمعنى الحرفي شو بتعني؟ cutting up يعني قطع من خلال. فأنا حتى أشوف الستركتشر تبعية كائن حي شو لازم أعمل؟ لازم أقطع هذا الشكل الكائن وأدخل بداخل وأعرف شو فيه. فهذا هو الأساس بعلم الأناتومي، هو قطع الجسم كامل إلى أجزاء وتفصيل هاي الأجزاء مع بعضها البعض وإيجاد العلاقات اللي بينها. فهذا المعنى الحرفي لكلمة أناتومي والمعنى الاصطلاحي. فهي الدراسة أو العلم اللي بيختص بدراسة الشكل للكائنات الحية وأجزائها المختلفة وعلاقتها ببعضها البعض. والمعنى الحرفي لها اللي هو معناها cutting up أو القطع من خلال أو التشريح dissecting. نيجي الآن لفروع علم الأناتومي. شو الفروع اللي ترتبط مع علم الأناتومي؟ طبعاً كل علم دائماً في عندنا فرع أساس يتفرع منه علوم أقل، العلوم الأقل برضه بتفرع منها فروع أخرى إلى آخره. تعرف أنت الفارماكولوجي فرع من أي علم؟ مين عنده فكرة؟ ميديسينال؟ لا. شو السؤال دكتور؟ شو السؤال دكتور؟ علم الفارماكولوجي اللي أنت بتدرسوه هو الصيدلة. الفسيولوجي. نعم. الفسيولوجي. الفسيولوجي. عشان هيك تعتبر كلمة مادة الفسيولوجي والأناتومي من المواد الأساسية في تخصص الصيدلة، يعني بتبني من خلاله. لأنه فرع الفارماكولوجي هو فرع من فروع الفسيولوجي والأناتومي. الفسيولوجي بالتحديد. والأناتومي نفسه والفسيولوجي فرع من فروع إيش؟ علم البيولوجي اللي هو علم الحياة. طيب بالنسبة للأناتومي نفسها في منها فروع كثير، أهمهم في عنا اللي هو الجروس أناتومي يسمون ماكروسكوبيك. ماكرو باللاتيني معناها إيش؟ معناها big أو large، كبير. التشريح اللي هو الجروس، التشريح العام أو اللي يستخدم فيه العين المجردة. بالمقابل في عندي إيش؟ في عندي مايكروسكوبيك اللي عكس ماكرو. شايفين حرف واحد فرقة المعنى بالكامل، ماكرو كبير، مايكرو صغير، عكسه. مايكروسكوبيك يعني التشريح الدقيق. طبعا التشريح الدقيق في منه علمين، علم بيختص بالخلية بسموه سايتولوجي، علم تشريح الخلية، وهيستولوجي اللي هو علم تشريح الأنسجة اللي هي تعتبر أعلى مستوى اللي راح نحكيها بالمحاضرة القادمة إن شاء الله، اللي هي مستويات التنظيم. في عندي مستوى أول شيء كيميائي، مستوى خلوي، بعدين نطلع مستوى أنسجة. فالأدق اللي هو السيتولوجي، الأكثر منه يعني دقة أو الأقل دقة منه اللي هو علم الهيستولوجي، علم الأنسجة. في عندنا علم خاص يسمى الديفلوبمنتال اللي راح نتناقشه. طبعاً حكينا كل فصل راح نحكي بالديفلوبمنتال أسبكتس لكل جهاز. فالديفلوبمنتال أناتومي بيختص بإيش؟ بالتغيرات اللي بتطرأ على الكائن الحي خلال فترات النمو المختلفة، مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة الكهولة، مرحلة الشيخوخة. كل مرحلة بيصير في عنا تطورات وتغيرات بالشكل التشريحي للأعضاء. وجزء فرعي منه اللي هو الإمبريولوجي. مين بعرف شو يعني إمبريولوجي؟ علم الأجنة. علم الأجنة. ممتاز، اللي هو علم الأجنة. إمبريو معناها جنين، فيتس، ولوجي هو دراسة، إذن دراسة الجنين. يعني developmental biology هي ما بعد الولادة، ما قبل الولادة هو علم embryology. بدرس فيه كيف الجنين بتكون، كيف بصير عندي إخصاب، بتكون زايغوت، بصير عندي مجموعة خلايا بتبلش تتميز لطبقات، طبقات بتبلش تتميز لأعضاء إلى آخره، لما توصل لتكوين جنين كامل بتبلش ينمو داخل الرحم للحظة الولادة. فمن لحظة عملية الإخصاب لمرحلة الولادة بدرسها علم خاص اسمه الإمبريولوجي، علم الأجنة.
طبعا يختص يعتبر من اصعب التخصصات بالطب اللي هو دراسة الجنين، وطبعا كل المعلومات اللي فيه لساتها طورت يعني لساتها قابلة للتطور لانه مش كل شيء معروف في هذا المجال. طيب بعده بيجي اللي هو بسموه سيستميك اناتومي. شو يعني سيستميك اناتومي؟ اني بدرس الجسم على شكل ايش؟ على شكل اجهزة، جهاز جهاز. طبعا هذا النظام راح نتبعه خلال الفصل، نحن ندرس احنا ايش بسموه سيستميك اناتومي. راح ادرس مثلا اول شيء السكيليتال سيستم، بعدين ماسكولار سيستم، بعدين كارديوفاسكولار سيستم، وهكذا لما نخلص الفصل. فراح ندرس ان شاء الله 11 جهاز من اجهزة الجسم. فرع اخر بسموه الريجيونال اناتومي. ريجيونال يعني ايش؟ منطقة، او التشريح المنطقي، مش من منطق، من مكان. يعني مثلا تشريح اليد، تشريح الرأس والعنق، تشريح الصدر، تشريح القدم. لما ادرس القدم بتفاصيلها معناتها بسموه ايش؟ ريجيونال اناتومي. الفرع السادس اللي هو الباثولوجي اند راديوجرافيك اناتومي، اللي هو له علاقة بالامراض واللي هو الاشعة. يعني بدرس الستركتشرز مثل الاشعة، او بدرس الستركتشرز بعد ما يصير فيها مرض، شو بتصير، كيف تتحول. فرع اخير اللي هو توبوغرافيكال اناتومي، اللي هو بيختص بالكونتورز اللي على سطح الجسم. مثلا المنطقه الفلانيه، هاي طبعا اطباء التجميل بيستخدموها، هو تحديد المواقع على السطح، وبعرف كل تحت كل منطقه شو في عندي ستراكشرز. فهذا هو الفرع الاول اللي هو حكينا عنه الجروس اناتومي او الماكروسكوبيك اناتومي، اللي حكينا بنستخدمه بتشريح السيستم بشكل عام. بفتح الجسم وبلش ادرس بكل ستراكشرز الموجوده بغض النظر تابع على اي جهاز. هذا يسموه جروس اناتومي، هو باستخدام الان ايدد اي او النيكد اي، هو العين المجرده بدون استخدام ادوات تكبير او تصغير، اللي بشوفه بعيني، بشوف مثلا القلب، كبد، بنكرياس، معده، امعاء دقيقه، عضله المعده، عضله البايسبس، عضله الترايسبس، عظمه الهيومرس، كله هذا بسموه ايش؟ جروس اناتومي، اللي هو بدرس الجسم بشكل عام بالستركتشرز اللي بشوفها بالعين المجرده. طيب الفرع الثاني حكينا اللي ما بستخدم فيه العين المجرده، بستخدم فيه قوه تكبير، بدي اشوف التفاصيل الدقيقه لهي الستركتشرز، هاي العظام ليش بتتكون. فبنعرف احنا اي كائن حي بيتكون من وحدات بنائيه اساسيه اللي تسمى خلايا، والخلايا تتجمع بترتيب معين ونمط معين تعطيني انسجه. فإذا بدي أدرس هاي الأمور ما بقدر أدرسها بالعين المجرد زي الجروس أناتومي، فبضطر أستخدم إيش بهاي الحالة؟ شو بدي أستخدم بهذا الفرع من التشريح؟ مايكروسكوب. أستخدم مايكروسكوبس. ففي عندي لازم يكون عندي ماجنيفيكيشن. ماجنيفيكيشن شو معناها؟ تكبير، تكبير الشكل باستخدام أجهزة. طبعاً مايكروسكوبس بأنواع مختلفة، في عندي مايكروسكوبس الإلكترونية ممكن تكبر ملايين المرات، بينما المجهر الضوئي العادي بكبر لحد آلاف المرات، لحد ماكسيمم يمكن 1500 مرة فقط. وفي عندي الهيستولوجي، حكينا اللي بيختص بدراسة الأنسجة، هيستو باللاتين معناها تيشو، لوجي علم، فعلم الأنسجة. وبدرس اللي هو الأنسجة بالتفاصيل بأنواعها المختلفة، طبعا راح نتعرف عليها في إن شاء الله المحاضرة القادمة، شو الأنسجة الرئيسية المنتشرة في أجسامنا. وعلم السيتولوجي بيختص بشيء أكثر دقة اللي هو الخلية، فبهاي الحالة بدي أستخدم إيش؟ ماجنيفيكيشن أكبر. فبهاي الحالة دائما بدي أستخدم إيش؟ بدي أستخدم متجر إلكتروني حتى أدرس التفاصيل جوا الخلية، شو التركيب الموجودة بالخلية، شو الستركتشرز الموجودة بالخلية، شو الأورجانيلز اللي هي زي النواة، الميتوكوندريا، الرايبوسومز، الاندوبلازمك ريتيكولم، الجولجي أبراتس، هذه الستركتشرز الخلوية كيف بدي ادرسها؟ فبدرسها عن طريق هذا العلم اللي هو علم السيتولوجي اللي بيختص بتركيب الخلية الدقيقة. الفرع الثالث اللي ذكرناه سابقا اللي هو ديفلوبمنتال اناتومي، واللي بندرس تحته علم خاص بسموه الامبريولوجي. فحكينا هذا بتابع ايش؟ تريس ستركتشرال تشينجز، فبتابع التغيرات الشكلية اللي بتطرأ على الجسم خلال فترة الحياة كاملة، حكينا بداية من الطفولة إلى فترة الشيخوخة، هي المراحل العمرية المتأخرة.
حكينا الامبريولوجي اللي هو عبارة عن ديفيجن من ديفلوبمنتال اناتومي، وبيختص بايش؟ بالديفلوبمنتال تشينجز اللي بتصير قبل الولادة، زي ما انتم شايفين بالصورة مثلا بعد 13 يوم من ال او 28 يوم من الحمل شو بصير عندي؟ شايفين شكل الجنين؟ في اليوم 32 بصير بهذا الشكل، في اليوم 44 بصير بهذا الشكل، في اليوم مثلا 56 بكتمل بالكامل، بصير بس عندي ايه جنين حجمه صغير ببلش ينمو خلال فترات الحمل اللاحقة. فالعلم اللي بدرس هذه الامور هو بسموه علم اسمه الامبريولوجي او علم الاجنة. دكتور شو هي 13 وال 14؟ الاسبوع بتوقع، لا مش الاسبوع، يمكن هاي القياس تبع 13 ملي يمكن. تمام. طيب نيجي للفرع الرابع اللي حكينا راح نمشي من خلاله خلال هذا الفصل، اللي هو السيستميك هيومن اناتومي، اللي هو دراسة الأجهزة المختلفة الموجودة في الجسم. فعندي هون على سبيل المثال دراسة الجهاز الدوراني اللي هو الكارديوفاسكولار سيستم، فبدرس المكونات تبعت هذا الجهاز، فبتكون من الهارت، والهارت من ايش بتكون؟ بدرس تفاصيل هذا الهارت، بتكون من حجرات فيها بينها صمامات، في عندي حاجز، في عندي أوعية دموية رئيسية مرتبطة بالقلب، برضه بدرس الأوعية الدموية المنتشرة بالجسم، كل عضو شو الوعي الدموي اللي بزوده، في له اسم خاص وبيطلع منه وريد، وريد باسم خاص برضه بيرجع باتجاه القلب، وبدرس برضه تكوين الدم اللي فيه شو بتكون إلى آخره. ففي عندنا 11 جهاز في الجسم. شو من 11 جهاز؟ عندنا هاي واحد منهم الجهاز الدوراني، عندنا الجهاز التنفسي اللي شايفينه هون، عندنا الجهاز الهضمي، الجهاز الجلد اللي راح ندرسه بالبداية، الجهاز العضلي، الجهاز الهيكلي، الجهاز المناعي هو الليمفاتيك سيستم، الجهاز العصبي، جهاز الغدد الصماء، وجهاز التناسلي، والجهاز البولي. هذول 11 جهاز إن شاء الله راح ندرسهم خلال الفصل كامل. بالنسبة للريجنال أناتومي، الحكاية بيختص بدراسة منطقة في الجسم بكل ما تحتويه من أجزاء. هذا طبعاً هو كلام أكثر شيء بركز بطلاب الطب مثلاً بدرسوا هذا الجانب، يعني بدرسوا مادة الأناتومي بفصول متفرقة، مش زيكم تاخذوها مثلاً بساعتين أو ثلاث ساعات معتمدة ومخذوها على مدى سنتين. كل فصل باخذوا لهم بركزوا على منطقتين ثلاث، مثلاً تشريح العنق، العنق شو فيه؟ في أوعية دموية معينة، في عندنا الغدة الدرقية، في عندنا الحنجرة، في عندنا القصب الهوائية، في عندنا المريء، في عندنا بعض الأعصاب اللي شايفينها، في عندنا عضلات موجودة في المنطقة، طبعاً الجلد اللي بغطيه، في عندنا أعضاء إحساس، الأذن عندي، الفم عندي، الأنف. فكل هاي التفاصيل بدرسها من خلال الريجنال أناتومي. فبما أننا ذكرنا الريجنال أناتومي فبنذكر المناطق الرئيسية في الجسم، شو المصطلحات اللي بتطلق عليها؟ المصطلحات اللاتينية، طبعاً شوية رح تشوفوها صعبة، هاي المصطلحات كلها بدنا نكون عارفينها إن شاء الله، احتمال كبير عملكم فيها كويز خلال الأسبوع القادم، فبخبركم إن شاء الله يوم الأحد، فبدكم تكونوا عارفينها كلها. هلا بنحكيها واحدة واحدة، كل واحدة شو بتعني. طبعاً هاي بتعبر عن إيش؟ عن المناطق، وهي راح تمر معنا إن شاء الله لاحقاً، ممكن بأسماء العضلات، بأسماء الأوعية الدموية، بأسماء الأجزاء الرئيسية، بأسماء العظام، راح تتكرر معنا بأكثر من موقع. فإذا حفظناهم الآن وركزنا وعرفنا شو معناهم بتريحنا بعدين في دراسة الأجهزة المختلفة. فنبدأ بأول منطقة اللي هي منطقة بسموها السيفاليك. فكلمة سيفاليك باللاتيني شو بتعني؟ تعني رأس، head. فبدي أعرف المعنى بالإنجليزي، هون لاتيني، فبدي أعرف المعنى بالإنجليزي. إذن سيفاليك معناها إيش؟ معناها head، معناها رأس. ممكن برضو يستخدم كلمة capital أو capital. شو معنات capital أو capitalism؟ معناها رأس مالية. فالكابيتا برضو تستخدم لمنطقة الرأس، هي المنطقة العليا من الرأس،
سيف عليك الرأس كامل. في عندي كلمة frontal اللي هو الجبهي، هو the front of the face أو اللي هو السكال في هاي المنطقة الجبهة اسمها frontal. orbital اللي هو المنطقة اللي هي eye socket اللي فيها العين، التجويف اللي فيه العين شو بنسميه orbital هاي المنطقة. nasal اللي هي منطقة النوز، منطقة الأنف، كلمة nasal يعني نوز أو الأنف. oral تستخدمها بالصيدلة كثير، orally شو يعني؟ هذا دواء من عطاء orally يعني عن طريق، لا عن طريق الفم. oral يعني فم، mouth فم، عطاء الدواء عن طريق الفم orally. mental اللي هي منطقة الشين اللي هي منطقة الذقن، mental يعني ذقن. cervical اللي هي منطقة النك، منطقة العنق. يمكن بعدين هلا انا بحكي ممكن تراجع التسجيل، كل كلمة بحكيها تكتبها جنب على اذا عندك مثلا ملخص تكتب جنب كل كلمة شو معناها. السيرفيكال معناها نيك يعني عنق. ثوراسيك معناها منطقة الصدر او تشيست. استيرنال هي منطقة منتصف الصدر، هي منطقة القص بسموها. استيرنال هي المنطقة اللي بالمنتصف الصدر. axillary هي منطقة تحت الإبط، arm pit، arm pit هي المنطقة تحت الإبط. mammary معناها البريست، هي منها مشتق كلمة mammalian، mammalian هم الثدييات، فالmammary معناها البريست أو الثدي. منطقة البطن شو بسموها؟ الابدومينال، البيلي منطقة البطن. umbilical هي النوفل أو منطقة السرة اسمها umbilical، اللي بيكون عن طريقها بتواصل الجنين مع الأم، يعني بقايا الحبل السري اللي بسموه umbilical cord، عشان هيك بسموه umbilical area منطقة السرة. pelvic اللي هي منطقة الحوض. inguinal هي منطقة الجروين أو منطقة العانة. وهي pelvic منطقة العانة. والبيوبيك منطقة الفرج أو منطقة الجينيتاليا. نيجي الآن لمنطقة الأطراف العليا. الطرف العلوي بيبدأ بالكتف اللي هو الأكروميال الشولدر، سميه أكروميال شولدر. بريكيال اللي هو منطقة الأرم. بعدين عندي أنتي كيوبيتال منطقة المرفق من الأمام، the front of the elbow سموه anticubital. olecranal اللي هو منطقة المرفق من الخلف اللي هو the back side of the elbow. antebrachial ومنطقة الساعد أو forearm. منطقة الكاربال هي الريست أو الرسغ. منطقة المانس اللي هي منطقة الهاند اليد. البولوكس البولوكس اللي هو الأصبع الكبير الإبهام thumb. والبالم اللي هي راحة اليد the front of the hand. والديجيتال منطقة الأصابع اللي هي الفينجرز. طيب اللور limb اللي هي الطرف السفلي تتكون من منطقة أول شيء الكوكسل، منطقة الأرداف الهيب. بعدين بيجي عندي منطقة الفيمورال أو منطقة الثاي، منطقة الفخذ. بعدين منطقة الباتيلر اللي هو الفرونت أوف ذا ني. والبوبليتيال هي ذا باك أوف ذا ني، يعني مؤخرة الركبة بسموها بوبليتيال. كرورال هي منطقة الليج أو الساق.
السورل هو الكالف اللي هو بطة القدم. فيبيولار أو برينيال اللي هو منطقة الحافة من الساق، حافة الساق. بدل هي منطقة الفوت أو القدم. تنقسم أول شيء للتارسل اللي هي منطقة الكاحل الأنكل. كالسينيال هي منطقة البروز الكعب اللي هو العظم عندي الكبيرة اللي هي بتعطينا الكعب اسمها كالسينيال بون. في عنا الميتاتارسل اللي هو عظمة ما بعد الكاحل. الديجيتال برضو الأصابع، وعندي الأصبع الكبير في القدم يسموه هالوكس. فبولكس باليد وهالوكس بالقدم. نيجي الآن للمناطق الخلفية من منطقة الظهر. في عنا أول شيء في يمكن مناطق ما ذكرناها بالسيفاليك أريا. في عندي كلمة أوتيك معناها سمعي يعني للأذن للإيرز. أوكسيبيتال هي منطقة مؤخرة الرأس اسمها الأوكسيبيتال أريا المنطقة. سيلفيكا طبعا ذكرناها اللي هي العنق من الخلف برضو نفس الشيء. الباك أو اسمها الدورسال منطقة الظهر. في عند سكابيولر هاي المنطقة لوح الظهر بسموه اللوح سكابيولر، هذا اللي زي المثلث. فيرتبرال اللي هو العمود الفقري. طبعا العمود الفقري فيه له ثلاث مناطق، سيرفيكال عنقية، ثوراسيك صدرية، وعند اللمبر المنطقة القطنية بسموها المنطقة اللي فيها منطقة الظهر. هل دائما بصير فيها ديسكات وبصير فيها آلام. في عندنا منطقة الساكرة اللي هي بتكون ضمن الحوض. منطقة العزية. منطقة البليتيا اللي هي منطقة الباتوك اللي هي المؤخرة. في عندنا البرينيا اللي هي منطقة بتوين الانس اند اكسترنال جينيتاليا اسمها برينيا الاريا اللي هي منطقة بين الشرج والفرج. هاي بسموها الجلد اللي هناك بسموه منطقة البرينيال أريا. هيك بتوقع غطينا كل المناطق الأساسية الموجودة في الجسم. هذا زي ما حكينا مطالبين فيهم، بدك تغلب حالك شوي الويك إند، بدك تحفظهم معناهم العربي إلك أنت حتى تعرف، ومعناهم باللغة الإنجليزية لأن هذول المصطلحات كلها مصطلحات لاتينية. طيب ننتقل ل الباثولوجيكال اند راديوجرافيك هيومن اناتومي اللي هو الفرع السادس من فروع الاناتومي. طبعا الباثولوجيكال زي ما ذكرنا بيختص بدراسه شكل العضو بعد حدوث امراض معينه. زي ما انتم شايفين هون مثلا التطورات اللي بتصير بالرئتين بعد حدوث مثلا مرض السل. كيف الرئه بتتحول لايش؟ شوف شكلها، بصير فيها تكيس، بصير فيها مثلا اضمحلال، بصير فيها ظهور مثلا تكلسات في سطحها. هاي الدراسة اللي تدرس الشكل بعد حدوث المرض بسموها pathological anatomy والتشريح المرضي. الهيديوغرافيك اناتومي اللي هو بيختص بايش؟ بدراسة structure من خلال الأشعة ودراسة internal structure باستخدام X-ray images أو استخدام أي تقنيات عمليات بتعمل scanning لجسم الإنسان من الداخل. طبعاً تعرف فيها التقنيات حديثة زي سيت سكان والام ار اي اللي هو الماجنتيك ريزونانس ايميجينج اللي هو صور رنين مغناطيسي بتعطيك مقاطع داخلية للجسم بالتفصيل. إذا مثلاً بدي أعرف ورم سرطان لا سمح الله بدرس مثلاً صورة رنين مغناطيسي، بعرف هذا الورم بيمتد من أي منطقة لأي منطقة. يمكن صورة الأشعة الطبيعية ما توضح اللي هو الشكل مثلا حدوث خلل معين في عضو معين. تعطينا زي ما انتم شايفين صوره الاشعه القلب يبين مثلا بحدوده فقط، الرئتين ببينوا انه مثلا كلير فيش فيهم اي تحوصلات او اي شيء. بس بدي اعرف تفاصيل اكثر ممكن استخدم اللي هو سيتي سكان، بعمل زي مقاطع بسموها صوره طبقيه او صوره الرنين المغناطيسي. كل واحده تقنيه مختلفه تعطيني تفاصيل اكثر من الثانيه. فالعلم الاناتومي اللي بيختص بهذا المجال بسموه راديوجرافيك اناتومي.
هلا الاختصاص الاشعه بده يكون ايش؟ بده يكون بروفيشنال في هذا المجال، هو راديوجرافيك اناتومي، يعرف كل ستراكشرز مع الباثولوجيكال اناتومي كمان. ليش حكينا باثولوجيكال مع الراديوجرافيك؟ لانه عاده بنستخدم الراديوجرافي لايش؟ لا اكتشاف مثلا مرض او صار عند المريض حاله معينه، فبدي اتاكد انه اموره سليمه. شو بعمل له؟ بحكي له اعطيني او روح على اعمل لي صوره اشعه على منطقه الصدر، اعمل لي صوره اشعه مثلا لمنطقه الذراع، اعمل التراساوند، اعمل اكس، اعمل مثلا سي تي سكان، اعمل اف ام ار اي او ام ار اي، وهكذا حسب شو الحاله المشكوك فيها. بالنسبه للتوبوغرافيك اناتومي زي ما ذكرنا انه بدرس الجسم على شكل كونتورز، وبعرف كل الستراكشرز تحت هذا الكونتور. مثلا بهاي المنطقه شو في عندي تحتها مباشره؟ في عندي اول شيء العضلات اللي هي البكتورال مسل، بعدها بيجي الانتركوستال مسلز، بعدين بيجي القفص الصدري، بعدين شو بيجي بالداخل؟ الرئه اليسار، ممكن جزء من القلب، في عندي اغشيه معينه، في عندي هون وعاء دموي الفلاني، سبكليفيان ارتي، سبكليفيان فين. فبدي اعرف هالمنطقه شو فيها، مين هي بيهتم فيها اكثر شيء؟ الجراحين. واحد صارت له اصابه بهاي المنطقه فبدي اعرف شو تحت هاي الستراكشرز، شو الاصابات اللي ممكن صارت، شو بده يتدخل، بده يعمل جراحه، هل يقطع من هاي المنطقه ولا من هاي المنطقه ولا من هاي المنطقه. بدي اعرف مثلا الاوعيه الدمويه وين موجوده، الاعصاب الرئيسيه وين موجوده. تعرف تسمع طبعا الاخطاء الجراحيه اللي بتصير، مثلا واحد قطعوا له عصب، عملوا له نزيف، بكون الجراح اللي عمله العمليه مش دارس اناتومي بشكل كافي، او ما انتبهش مظبوط وعمل خطا جراحي فظيع. برضو اطباء التجميل نفس الشيء، في بعض الاحيان بصير بده عمليه تصحيح، مثلا تجويف الصدر شكله مش مظبوط، زراعه مثلا اللي هو حشوات للثدي في حالات اللي بيعملوا استئصال للثدي، فبدي اعرف من وين بده يفتح، من وين بده يحط الحشوه، من وين، وكيف مثلا يتجنب حدوث اللي هو السكارز الى اخره. وكل هاي الامور بتختص ايش اكثر شيء فيها الجراحين، وخصوصا الجراحين التجميل يسموه البلاستيك سيرجنز. طيب اتوقع نكتفي بهذا القدر لليوم، ان شاء الله المحاضره القادمه بنكمل بالليفلز اوف اورجانيزيشن وبنكمل في بقيه المقدمه. يا دكتور اغلبك سجلتني حضور؟